السلام عليكم، نتمنى من الله أن يكون كل شيء جيد وجيد جدا. التوم هو ملك الأدوية الطبيعية التي بإمكان أي شخص استعمالها للدجاج وللإنسان أيضا، وفوائدها كثيرة وكثيرة جدا. وكملحوظة مهمة، فالتوم يقلل من نسبة الدهون في الجسم، لذلك وجب تقديمه للدجاج في بداية فصل الصيف حتى نتفادى الوفيات بسبب الإجهاد الحراري، لأن بعض الأصدقاء يعانون في فصل الصيف لكثرة موت الدجاج لاتباعهم نفس النظام الغذائي طيلة السنة. في الوقت الحالي بدأ حصاد التوم وثمنها جد وجد مناسب في سوق الجملة، ففي بداية فصل الصيف يقل الطلب على التوم، فبإمكاننا استغلال الفرصة وتخزين كمية كبيرة من التوم للعمل بها لمدة طويلة. فالتوم هو يستعمل كوقاية وكعلاج لمجموعة من الأمراض الخطيرة التي ممكن أن تفتك لنا بالقطيع. يمكن استعمالها في الأمراض الفيروسية التي من الصعب التخلص منها، كما أنها تفيد كعلاج للأمراض الجهاز التنفسي التي عادة ما تصاحب القطيع عند الاضطرابات الجوية، وتعتبر رافع ومحفز قوي للمناعة للحفاظ على صحة الدجاج. فبعض الحالات تستعمل لتسهيل الهضم ومساعدة الدجاج لتنظيف الأمعاء من البكتيريا. فالثوم هو من كنوز الطبيعة التي يمكننا العمل بها طيلة السنة. نتمنى من الله أن نكون قد أفدناكم ببعض الأشياء البسيطة، والبسيطة جدا وجدا. Uh-huh.